بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وظل موسى يسير في الصحراء أياما وليالي كثيرة دون أن يأخذ معه ما يسد جوعه أو يبل ريقه، فر هاربا خوفا من فرعون وبطشه هو وجنوده، وسار في الصحراء كثيرا، وكان ينوي أن يتجه إلى مدين التي تخرج عن سيطرة فرعون. سار على قدميه حتى تورمتا ونزفتا الدماء، وقد كان الطريق إلى مدين وعرا جدا، وكان يشرب من الآبار التي يجدها في طريقه، وكان يأكل من أوراق الشجر. وبعد 8 أيام وصل إلى مدين موطن النبي شعيب، والتي كان قد سكنها أبناء مدين، وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام من قبله، وكان أهلها أهل تجارة ورفاهية وغنى، وكانوا جشعين ودائما يطلبون المزيد، وكانوا يبخسون الناس أشياءهم، وكانوا ينقصون في الميزان ويسرقون في الأوزان. وأرسل الله إليهم شعيبا ليبصرهم بالعاقبة، ولكنهم لم يسمعوا له وهزأوا به وصدوا عنه بعد أن استصغروا أمره وهددوه وأذوه، فأهلكهم الله، ونجى شعيب ومن آمن معه، تناسلوا ثم عمروا الأرض من جديد. وسار إلى الفتاتين اللتين كانتا ابنتين لرجل صالح من قوم مدين واسمه شعيب، فسألهما موسى: ما خبكما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. وبعد أن رفع الصخرة بمفرده والتي لا يقدر على حملها عشرات رجال، سقى لهما أغنامهما، ثم ذهب إلى الشجرة يستظل بظلها. شكرا لك أيها العبد القوي الطيب. إنك تتعجب من أننا جئنا اليوم مبكرا على غير عادتنا يا أبتاه. لقد رزقنا الله اليوم بشاب قوي مفتول العضلات، سقى لنا أغنامنا. يظهر من ملابسه أنه ليس من أهل مدين، لقد كان يرتدي ملابس المصريين. لقد كان متعبا، وكان يظهر عليه التعب الشديد، ويظهر أنه قد أتى عن طريق سفر، ولكنه رفع الصخرة التي تسد البئر بمفرده. لقد سمعته وهو يقول: ربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهنا قال شعيب لابنتيه بعد أن شعر أنه عبد طيب وخلوق: فلتذهب إحداكما فتدعوه لنجزيه أجر ما سقى لنا الأغنام. إن أبي يدعوك.
ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وسار موسى وراءها، ولكنه توقف وقال لها بعد أن وقعت عينه على ساقها وتلاعبت الرياح بثوبها وكشفت عنهما: سأتقدمك في السير، فإن أخطأت في الطريق فنبهيني لذلك. إنه عبد تقي، كنت أسير أمامه كي أدله على بيتنا، فكشفت الرياح عن ساقي فطلب مني أن أسير وراءه، وصار هو أمامي حتى لا يرى ساقي مرة أخرى. أكاد أجزم أن أبانا شعيبا قد أحبه يا صفراء. وبعد أن رحب شعيب بموسى وأطعمه وأكرمه، سأله: من أنت ومن أين أتيت؟ وبعد أن قص عليه موسى القصة كاملة، قال له شعيب: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسألها: كيف عرفت أنه قوي أمين؟ فقصت عليه قصة الصخرة التي رفعها بمفرده، وقصة الرياح التي أظهرت ساقيها، ووجد طلب ابنته صفورا قبولا عنده، فقال لموسى يعرض عليه العمل معه: يا بني، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج ترعى لي فيهم غنمي وماشيتي، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. وقبل موسى عرض الشيخ وقال له: قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يا لحظي بموسى، إنه عطوف ودود، يحب كل الناس. منذ أن جاء إلى مدين وقد أراحنا وأراح والدنا من عناء العم. أتمنى من الله أن يرزقني بولد مثل موسى، في شكله وطبعه وأخلاقه وقوته.
وبعد أن أتم موسى العشر سنوات في مساعدة شعيب اشتاق لأهله وطلب من شعيب أن يسير بزوجته وابنيه إلى مصر متخفيا كي يعرف أحوال أهله وعشيرته، فأذن له شعيب وأعطاه من المال ما يكفيه للسفر. ولما كان الشتاء شد موسى الرحال هو وزوجته وابناه وتوجهوا إلى مصر، مصر التي اشتاق إليها موسى كثيرا. ووصل موسى إلى صحراء مصر هو وأهله، حاول موسى أن يشعل الأعشاب كي يتدفأ هو وأهله، ولكن بسبب قوة الرياح لم تشتعل الأعشاب. وفجأة نظر موسى بعيدا ورأى موسى نارا عظيمة تأتي من جانب جبل الطور، فقال لأهله بسعادة، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أين هذه النار يا أماه؟ إنني لا أرى أي نار قريبة. ولا أنا. وصل موسى إلى مكان النار فوجدها تخرج من شجرة ذات أوراق خضراء. كانت الشجرة في جبل غربي عن يمينه، وتعجب موسى من الأمر بعد أن سكنت الرياح في الوادي، وادي طوى على جبل الطور في سيناء. ووضع موسى يديه على عينيه من شدة النور وتساءل: أهي نار أم نور؟ وشعر موسى بالخوف وقرر الهروب سريعا، ولكنه توقف فجأة، وفجأة ارتج الوادي واهتزت الأرض من تحت قدميه، وسمع موسى صوت الله عز وجل يأتي له من كل اتجاه وهو يقول له: يا موسى. فرد وهو يرتعش من الخوف وينظر في كل اتجاه وقال: من؟ فقال له الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى.